يترقب العالم والأوساط السياسية الدولية ما ستسفر عنه الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في الخامس من شهر نوفمبر الجاري وبسبب التقارب بين المرشحين الرئيسيين ترامب وهاريس يركز كل منهما الآن على الولايات المتأرجحة وهي سبع ولايات تشمل ميتشغان ويسكونس بنسلفانيا جورجيا أريزونا نيفادا ونورث كارولينا ويمضي المرشحان معظم الأيام الأخيرة في استمالة الناخبين في هذه الولايات. الطريق إلى البيت الأبيض يمر بولايات عدة من أهمها ويسكونسن إحدى الولايات المتأرجحة والتي استضافت تجمعين انتخابيين الجمهورية ترامب والديمقراطية هاريس في مقاطعة ميلوكي المقاطعة تعد موطنا لأغلبية أصوات الديمقراطيين لكن ضواحيها المحافظة يعيش فيها معظم الجمهوريين وهي منطقة حاسمة بالنسبة لترامب الذي يحاول استعادة الولاية التي فاز بها بفارق ضئيل في عام 2016 وخسرها في عام 2020 2024 وويسكونسن إلى جانب ميتشيجن وبنسلفانيا تشكل ما يطلق عليه الديمقراطيون الجدار الأزرق إذ تعتبر معاقل تاريخية للحزب الديمقراطي وفي حديثها ركزت هاريس على قضايا الشارع الأمريكي من توفير السكن وخفض أسعار السلع والاستثمار في الشركات الصغيرة ترامب وهاريس تحدثا عن ملف الشرق الأوسط في مغازلة للصوت العربي حيث أكدت هاريس التزامها بحل الدولتين ووقف إطلاق النار أما ترامب فقال إنه في محادثته الاخيرة مع رئيس الوزراء الاسرائيلي اكد على تحقيق السلام في الشرق الاوسط حال فوزه. استطلاعات الراي التي اجريت في الايام الاخيرة تشير الى ان التصويت المبكر يسجل ارقاما قياسية هذا العام، وفيما يتوقع ان يتجاوز عدد الذين ادلوا باصواتهم 60 مليون شخص. اظهرت الاستطلاعات تقدم هارس بنسبة كبيرة بين الناخبين الذين ادلوا باصواتهم بالفعل، على الرغم من ارتفاع عدد الجمهوريين الذين صوتوا مبكرا. وتشير تلك الارقام الى ان هارس ستدخل يوم الانتخابات في الخامس من نوفمبر بفارق كبير، ومع اقتراب السباق المحموم من نهايته، تتوصل الاستعدادات لتأمينه خاصة بعد الإشارة إلى معلومات ومخاوف من احتمال اندلاع أعمال عنف ذات صلة بانتخابات 2024. وقال حاكم ولاية واشنطن إنه يجهز بعض أفراد الحرس الوطني ليكونوا على أهبة الاستعداد للتدخل، وتعد الولاية واحدة من اثنتين شهدتا إضراما للنيران في صناديق الاقتراع الأسبوع الماضي بمدينة فانكوفر